بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، اللهم في كل وقت وحين، اللهم آمين. بدأت نشأة الإمام البخاري في حضن أبيه اللي كان وثيق الصلة بعدد من كبار أهل العلم، وكان بيتردد عليهم ويرجعون إليه. تربى الإمام البخاري في بيت علم لأب من علماء الحديث الشريف، ولأم ورعة تقية عابدة قانتة لربها سبحانه وتعالى. وبلا شك إن الجو ده، الجو العام، هذا الجو العام غرس في نفس الإمام البخاري منذ نعومة أظفاره حب القرآن الكريم وحب الحديث الشريف، وأثمر في نفس الإمام البخاري وهو صغير الشغف الشديد بطلب العلم عموما، حتى نشأ الإمام البخاري وذلك فيه سجية وهوى وشغفا. توفي والد أو إسماعيل والد الإمام البخاري، وترك الإمام البخاري يتيما صغيرا، اعتنت به والدته وربته وأحسنت في تربيته، وأرادت والدة الإمام البخاري له منذ أن كان صغيرا أن يكون عالما كأبيه، فبدأت أنها تبعت وترسل به إلى مكتب تحفيظ القرآن الكريم ليكون من حفظة القرآن الكريم. حتى إن الإمام البخاري نفسه يخبرنا إن في هذه المرحلة الأولى من حياته، أثناء ما بدأ يحفظ القرآن الكريم، كيف أن الله تعالى ألهمه حفظ الحديث في مكتب تعليم الحديث الشريف في بخارى، وهو كان في الوقت ده دون العاشرة، يعني أقل من 10 سنوات. إلا إنه أثناء حفظه للقرآن الكريم وببركة القرآن الكريم وللرعاية الربانية لهذا العالم المحدث الفقيه الجليل الإمام البخاري، أن ألهم حفظ الحديث النبوي الشريف أثناء ما كان يحفظ القرآن الكريم. حتى هو قال كده وهو بيخط عن سيرته، فقال: ألهمت حفظ الحديث وأنا في الكتاب، أي وقت ما كان بيحفظ القرآن الكريم في مكتب تحفيظ القرآن الكريم. وعرف بعد كده الإمام البخاري وتعلم بما تأدب عليه في المكتب، مكتب تعليم الحديث الشريف دي زي ما تكون مؤسسات علمية كانت موجودة في زمانهم أشبه بالمدارس الآن، يعني كان في مكتب لتعليم القرآن اللي احنا بنقول عليه الكتاب، كان في مكتب لتعليم الحديث النبوي الشريف، وكان ده موجود في بخارى، لأنه الإسلام وصل إلى هذه الأماكن، وقلنا بخارى هي الآن موجودة في مدينة أوزبكستان في أسيا، في منطقة أسيا الوسطى. في الوقت ده كانت في المؤسسات العلمية دي كتاب بيحفظ القرآن، آخر بيعلم الحديث النبوي الشريف، وحرص والدة الإمام البخاري إن هو من أول ما بدأ يفهم الكلام وأنه يقدر يحفظ، بدأت تاخده ليتعلم القرآن ويتعلم حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وعرف بعد كده الإمام البخاري أن طلب العلم لابد فيه من الحفظ، أنه يبدأ يحفظ العلم، فانصرف إلى العلم بكل شيء، ما كانش مشغول بأي حاجة، وربنا سبحانه وتعالى هيأ له كده إنه ما يبقاش وراه حاجة إلا طلب العلم، وبعد كده طلب العلم وتعليم العلم. فانصرف إلى العلم تعلما وفهما وحفظا، وبدأ ياخد كتب مشاهير المحدثين، لأن نفسه مالت إلى إنه يتعلم حديث سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، زي ما هو قال: ألهمت حفظ الحديث. فبدأ ياخد كتب أشهر المحدثين في زمانه واشتغل بحفظ الحديث. ومما حفظه الإمام البخاري في تلك المرحلة المبكرة في عمره،
اللي بيقول وقتها يعني عبال ما حفظ كتب، يعني ما خدش وقت كتير، على 16 سنة كان حفظ الكثير من كتب الحديث النبوي الشريف. كان أول ما بدأ وهو لما بلغ 16 من عمره ابتدأ مثلا بكتاب من ضمن الكتب اللي ابتدأ بها، كتب الإمام عبد الله ابن المبارك. عبد الله ابن المبارك مولود 118 هجرية، متوفى 181 هجرية. عبد الله ابن المبارك كان فقيه وكان مؤرخ وكان محدث يعمل في الحديث الشريف ورواية الحديث، وكان شاعر في نفس الوقت. كان إمام معتبر جدا رضي الله عنه. اتفقت جميع المصادر اللي اتكلمت في سيرة الإمام عبد الله بن المبارك على إنه كان طلابا للعلم، يعني وكان عنده شغف شديد بطلب العلم، وهو في ذلك كان نادر المثال. رحل وسافر إلى جميع الأقطار اللي كانت معروفة في زمانه بأن فيها نشاط علمي في عصره، فرحل مثلا في طلب الحديث إلى بلدان كتيرة جدا، يعني راح اليمن، مصر، الشام، الجزيرة، البصرة، الكوفة وغيرهم. راح كل ده طلبا للعلم وللحديث النبوي الشريف. يعني الحديث كان واصل كل الأماكن دي في هذا الزمان المبكر في عمر التاريخ الإسلامي. نعم كان واصل. والحقيقة إن عبد الله بن المبارك اللي سيدنا الإمام البخاري بدأ يحفظ كتبه كان من طبعه إنه بينشد العلم حيث رآه ويأخذ العلم حيث وجده، ما يمنعوش من ذلك مانع. كتب عبد الله ابن المبارك عمن هو فوقه، الأساتذة الكبار اللي أقدم منه، اللي أكثر علما منه، واللي في نفس، وعمن هو يعني مثله اللي في نفس مستواه العلمي، وتجاوز ذلك حتى كتب العلم عمن هو أصغر منه. ما كانش بيوقفه شيء في طلب العلم، أكبر منه ياخد منه، زميله ياخد منه في نفس مستواه ودرجته العلمية ياخد منه، أقل منه ياخد منه إن كان يفوق عليه في جانب من الجوانب العلمية. كان لا يعني الإمام عبد الله بن المبارك إلا الدقة العلمية. كل ده إحنا بنحكي عن الإمام عبد الله بن المبارك، وإزاي الإمام البخاري كان حريص منذ نعومة أظفاره على حفظ كتب عبد الله بن المبارك. نزيد بعض المعلومات حول هذه الشخصية عشان مع حضراتكم نشوف التكوين العلمي للإمام البخاري. اللي بيعترض على الإمام البخاري الآن وهو يجهل تاريخه وتكوينه العلمي وكيف كانت العواصم الإسلامية بما كانت عليه من حركة ونشاط علمي شديد، يبقى هو ما فهمش إزاي التكوين ده الرعاية الربانية لهذا الإمام الجليل وفي ذات الوقت ما كانت عليه العواصم الإسلامية من العناية بالعلم وأهله والحرص على النشاطات العلمية العديدة والمتنوعة. حرص الإمام عبد الله بن المبارك على دراسة الصحيح من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، واشتغل بدراسة الحديث الصحيح على غيرها. ولم يكن الإمام عبد الله بن المبارك بيهتم بجانب الكم، إنه يجمع أكبر كم من الأحاديث أو في عموما في جمعه للعلم، بل كان اهتمامه دايما بيتوجه إلى إنه الانتقاء النوعي. دافعه في هذا الأمر الأمانة العلمية والاستبراء للدين. لذلك كان التثبت عنده العلمي هو المنهج اللي التزم به الإمام عبد الله ابن المبارك، وأخضع له كل ما كان يصل إليه من أحاديث نبوية شريفة، حيث كان يتحرى ما يقبل منها وما يرد من خلال الإسناد، سلسلة الإسناد بتاعتها. لأنه لولا الإسناد ده، هم دول اللي حملوا هذا الحديث، لولا هذا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فكان عنده عناية شديدة بمراجعة سند الحديث، كما حرص زي ما ذكرنا عبد الله بن المبارك على دراسة الصحيح من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والاشتغال بها على غيرها، حيث قال عبد الله بن المبارك: لنا في صحيح الحديث شغل عن سقيمه، يعني عن ضعيفه. ده أحد الأئمة
اللي قام الإمام البخاري بحفظ كتبه، كتب ذاك الإمام. شوفوا منهجه قد إيه واضح، وانشغل قوي بالأحاديث الصحيحة، وكان ليه منهج واضح في قبول أو رد الحديث. ده الإمام البخاري وغيره عكف على حفظ كتبه، فحفظ الإمام البخاري كتب عبد الله بن المبارك. الكتب بتاعت عبد الله بن المبارك دي اللي وصفها يحيى بن معين، وقال إنها كانت كتبه التي يحدث بها، الكتب اللي كان بيعلم من خلالها الناس حوالي 20,000 أو 21,000. يعني المعدود هنا إما أنه عدد الأحاديث 20 أو 21,000، أو عدد الأوراق اللي بتحمل الحديث الشريف كان حوالي 20,000 ل 21,000، وإحنا ما نقدرش يعني نستبعد هذا الرقم، لأنه عبد الله بن مبارك حمل الحديث عن 2000 شيخ من المحدثين، لأنه رحلاته كانت كثيرة جدا جدا جدا، ونقل عن كثير من أهل الحديث، وكان بيدون. عشان نقول للي بيتكلموا يقول لك أصل الحديث لم يدون، لا، كانت ليهم أصول بيرجعوا إليها، فكانت في المحفوظ وفي المسطور محفوظة أحاديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن خلال العرض اللي بنعرضه ده كمان بنأكد على إنها أحاديث سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، سنن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتشرت في جميع البلاد. شوفوا العلماء كانوا ازاي بيتكبدوا الكثير والكثير من المتاعب والمشقات من أجل أن يحصل على حديث بسند عالي ما بين الراوي وما بين سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. عدد مش كتير من الرواة، فيسافر ويروح عشان يسمع الحديث ويتحمل منه الحديث ويكتب هذا الحديث، واللي بياخد منه الحديث أصلا موثق الحديث، عشان الناس اللي بتتكلم بغير علم في سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك عكف الإمام البخاري، شوف من صغره خد كتب عبد الله بن المبارك وغيره، عكف كمان على حفظ كتب الإمام وكيع بن الجراح. الإمام وكيع بن الجراح ولد 129 هجرية. الإمام وكيع ابن الجراح ده كان شيخ الإمام أحمد بن حنبل، شيخ الإمام الشافعي، وغيره من أئمة العلماء الكرام. عكف على كتب الإمام البخاري، وليه كتب مختلفة، ليه في التفسير، ليه في الزهد، ليه في السنن، ليه في فضائل الصحابة، في المسند المصنف، عنده في التاريخ، يعني معظم كتبه كانت في فنون الحديث، معظم كتبه كانت في فنون الحديث، لأن أبواب العلم كانت بتعتمد على الرواية بالأسانيد. شوفوا دقة العلماء في هذا الزمان المبكر في التاريخ الإسلامي، فانظروا معي مقدار ما كان يشتغل به الإمام البخاري وهو ما جابش 20 سنة، مقدار ما كان يحفظ الإمام البخاري عن ظهر قلب مع المكتوب الذي كان يراجع عليه، وهو أقل ما جابش 16-17 سنة يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في صغره وفي مدد وجيزة جدا، حتى إنه تعجب أشياخه من سرعة حفظه ودقة حفظه للحديث النبوي الشريف. لما نتعرف إلى ذلك هنتعرف على مقدار ما حفظه الإمام البخاري بعد ذلك، وبعد كده ما نستغربش ونقول الله، هو إزاي يعني انتخب الجامع الصحيح بتاعه أو انتخب الصحيح من 600,000 حديث؟ أيوه، ما هو قابل قرابة 1000 شيخ نقل عنهم الحديث، وكان دقيق لمنهج شديد جدا في قبول الحديث أو رد الحديث، اعترف بهذا المنهج ودقة هذا المنهج. جميع العلماء في زمانه وبعد ذلك إلى الآن، لأنه قام بجهد في زمن مبكر، قام بمنهج علمي. خلي بالنا، الوحي الشريف، القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة بتعلم الإنسان المسلم أن يكون عنده منهج، يمشي بطريق واضح مرسوم محدد الملامح. أنت عارف أنك في الدنيا في حياة مؤقتة، في دار امتحان،
والله سبحانه وتعالى يرعانا في هذه الحياة ويرعانا في كل وقت سبحانه وتعالى. ومآلك إلى الله سبحانه وتعالى للحساب، وبعد الحساب يكون الجزاء على ما قدم الإنسان. الفلسفة دي في حد ذاتها من أين المبدأ وإلى أين المنتهى؟ بتعلم الإنسان إنه يحدد أهدافه كويس جدا. أنا موجود في المكان الفلاني بعمل إيه وعشان إيه وحنتهي لإيه؟ إن الإنسان أموره محددة عشان يقدر يدي لكل شيء حقه، ويعرف هو النهاردة في هذه الدار بيعمل إيه، أنا في العمل ده المفروض أعمل إيه، أنا من وراء ما أقدم له وأسعى إلى إنجازه الهدف بتاعي إيه. فالعلماء دول شربوا المعاني دي، لأن ما كانش حاجة بتشغلهم لا عن القرآن الكريم ولا عن السنة النبوية المطهرة، فغاصوا في بحورها وفي أنوارها، وكان ده ظاهر عليهم وعلى مؤلفاتهم وعلى شخصياتهم. فكان الإمام البخاري وضع منهجا علميا دقيقا، وفقه الله تعالى إلى أنه يضع أول كتاب خاص بالحديث الصحيح، ودي كانت سابقة للإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى. وما نستغربش برضو، ما إحنا مثلا نقول طب إزاي يعني في بخارة في هذه المنطقة في وسط آسيا إزاي وصلت أو وصلت هناك كتب عبد الله بن المبارك أو كتب الإمام وكيع كذلك؟ لا، كانت موجودة، لأن الاثنين كلاهما الإمام عبد الله بن المبارك والإمام وكيع عليهما الرحمة والرضوان كلاهما كان بيميل إلى مذهب أبي حنيف، وكانت منطقة خراسان وبخارة من أهم معاقل مذهب أبي حنيفة النعمان رحمة الله تعالى عليهم جميعا. وبعدين ما اكتفاش الإمام البخاري بكده، لما احنا بنتكلم عن سيرة الإمام البخاري دائما نقول الإمام المحدث الفقيه. نعم، لأنه كان متميز في الفقه، وده تقدر تلمسه قوي في أسماء أبواب كتابه في الجامع الصحيح، لأنه هو كمان اشتغل الإمام البخاري بطلب الفقه على مذهب أهل الرأي اللي هو مذهب مين؟ مذهب الإمام أبو حنيف. اشتغل وتدرب، وقد تصل المسائل الفقهية ويتدرب عليها كما كان يتدرب على تمييز الحديث الصحيح من السقيم عليه الرحمة والرضوان. وضع الإمام البخاري لنفسه منهج دقيق جدا في طلب العلم، فمع أنه كان يروي عمن فوقه ومثله ودونه من الشيوخ، كان بيروي في كل الطبقات اللي كانوا قبله أو اللي كانوا معاه في زمانه أو من هو أقل من ذلك، إلا أنه كان شديد الدقة، كان بيدقق جدا مع الشيوخ اللي بيتلقى اللي بيروي عنهم من غير المشاهير كمان، بالذات من الأئمة. يعني المشاهير معروفين، فلان ده تلميذ فلان، خد عن فلان كذا كذا، إلى أن يرفع الحديث إلى سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. يجي هو الإمام البخاري يرى بعض رواة الحديث اللي مش مشهورين، كان يدقق قوي، فيجيب الراجل الراوي ده يسأل الرجل عن اسمه وكنيته ونسبه وكيف تحمل، إزاي جاب منين الحديث وسمعوا من مين، عمن نقل هذا الحديث الذي يرويه. فإن لم يكن من أهل الحفظ والدراية، ذلك الذي يروي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، طلب منه الإمام البخاري لو حسه كده مش متثبت يقول له هات أصل الكتاب الذي تنسخ من أو الذي تنقل عنه هذا الحديث الشريف، فيستعير منه الإمام البخاري وينسخه، يقوم بنقل الحديث بالسلسلة ويحقق ويدقق بشدة. الحرص ده من الإمام البخاري هو اللي وصل الإمام البخاري إلى أعلى المراتب بين أهل عصره ومن بعدهم. فرحم الله تعالى، رحم الله الإمام البخاري، وجزاه عن الأمة خير الجزاء. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلادنا، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. اللهم اجعلنا مسلمين لك
واجعل ذريتنا أمة مسلمة لك، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام والعفو والإحسان والمنن والرضوان، من علينا بنعمة الأمن والأمان والهداية والإيمان، وأدم علينا نعمة السلامة والسلام والعافية والتيسير والتوفيق على الدوام، واحفظنا واحفظنا بحفظك الذي لا يرام، يا خير الحافظين ويا مجيب السائلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم آمين آمين. مرحبا بكل مشاهدينا الكرام، مشاهدي القناة الأولى المصرية والفضائية المصرية وقناتنا أون. مرحبا بالجميع. سريعا نذكر بصفحتنا، صفحة رسمية لبرنامج قلوب عامرة مع الدكتورة نادية عمارة، ده اسم صفحتنا. ناخد من معنا. أستاذة ناهد، أهلا بيك يا فندم. أهلا يا فندم. أهلا بحضرتك يا دكتورة نادية، والله أنا بحب حضرتك خالص ومتابع حضرتك من زمان الحمد لله، وبنتعلم حضرتك، احنا بنتعلم منك حاجات كتيرة خالص. جزاكم الله خير والله، يعني انا بحب جدا والله، ربنا اعلم، ربنا يبارك فيك. سؤال انت حضرتك بتتفضلي مشكورة، بتجاوبي على كل سؤال احنا حضرتك بنسأله، يعني الحمد لله الحمد لله. عايزين نسأله لك انت حضرتك بتجاوبين عليه، وما توفيقي الا بالله. بس انا في قرب شوية، ربنا يخليك. انا في كرب، بس انا واولادي خيرا، انا واولادي حاضر، وتدعي لامي المريضه ولاولاد اختي برضه، ولاولاد اختي انا اولادي عبد الرحمن ونادره ودعاء. عبد الرحمن وايه؟ ونادره ودعاء. والوالده ايوه الوالده مريضه، عايزاك تدعي لي لوالدتي ولولاد اختي. حاضر. شيماء واحمد، ربنا بس يكرمنا، بس ادعي لنا بس، ربنا يفك كربنا بس. امين، ويفك كرب كل مكروب بسر الحي القيوم، بسر الحي القيوم. استاذه امه الله، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ازي حضرتك يا دكتورة نادية؟ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. لو سمحت يا دكتورة نادية، والدتي عندها 62 سنة. اولا عاوزاكي تدعي، يعني تدعي لها ربنا يبارك لنا في عمرنا، لان يوم يعني يا رب ربنا يبارك لك في عمرها، ويبارك لنا جميعا في اعمار امهاتنا، ويشفي المرضى منهم ويرزقنا برهم، نوفق الى برهم يا رب. اللهم امين. وقلبها يعني كويسه معانا خالص، حتى لو غلطنا في حقها بتسامحنا على طول يا رب يا رب. يجبر التقصير، نسال الله ان يجبر التقصير. امين يا رب. امين. يا دكتوره، هي عندها 62 سنه دلوقتي، واخوها اكبر منها، والدتها ومامتها طبعا متوفيين، لها ميراث بتطلبه من 30 سنه. كل ما تكلم اخوها يقول لها لها بيت وارض، يعني لا حق فيهم، وحشه اللي هي واخوها. يقول لها الظروف صعبه، اصبري شويه، فهي نفسيتها تعبانه وزعلانه. فهي مكلماني ان انا اكلم حضرتك، هي تعمل ايه؟ هما ما عملوش اعلام وراثه ساعه ما توفي؟ لا لا لا، والامور متسابه كده. طب ما فيش حد في العيله كبير ممكن يقعدوا قاعده كده؟ هي كل ما تكلم حد من ناحيتهم ما حدش يعني نظام ميلين للجماعه التانيين اكتر، يعني طالما هنفتح في مواضيع فيها حته بقى تمييز ذكور واناث والجزئيه دي، يعني عشان البنات ما تاخدش الحاجه وكده. مش عارفه والله دكتوره، بس ما فيش الا ولد وبنت، بس ما فيش الا هي مامتي واخوها. ما قد يميل الذكور في العائلة إنه أخوها، بما إنه راجل هو اللي عايز ياخد الحاجة وتحرم هي. بيصلي وعارف ربنا وعارف إن ده شرع، بيصلي وعارف ربنا وعارف شرع الله، يطبق شرع الله. طب هي زعلانة، يطبق شرع ربنا، بتقول مش عايزة أتكلم، ويا ماما ده هي زعلانة إن هو تعيش 62 سنة
وجزء من عمرها ده بعد وفاة الوالدين أو أحدهما وما تاخدش حقها. ما تبقاش حرة التصرف، يبقى تبقى محتاجة لشيء وعندها والتاني يعني بيمنعها حقها، إلا لو في شيء إحنا ما نعرفوش تاني. يعني أنا العهد على الراوي يعني اللي بيقول السؤال، ولا إيه أمة الله؟ في حاجة تانية حابة تضيفيها؟ اسمع حضرتك يا ريت تجاوبيها. حاضر، سلمي لنا عليها كتير. أستاذ مازن اتفضل. أخي الفاضل أستاذ مازن. ألو. أيوة يا أستاذ مازن اتفضل. كان في سؤال بس لحضرتك. أنا كنت بصلي العصر مرة، كان الإمام غلط، المفروض صلاة العصر 4 ركعات، الإمام غلط ومنها 3 ركعات بس. أنا جيت وهو بينهي قمت وقلت الله أكبر الله أكبر عشان ياخد باله اللي أنا أقوم أخد كمان مرة. بس هو ما مش كده، عاوز يعرف صلاته باطلة ولا لأ. وأنت كملت. أنت كملت الركعة اللي باقي. أيوه. تمام، شكرا يا مازن. معانا الست أم أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا. حضرتك يا دكتور. الحمد لله، فضل ونعم. أنا مبسوطة جدا إن أنا بكلمك أول حاجة. ربنا يبارك فيكي ويسعدك ويجعلنا وإياكم من سعداء الدارين، اللهم آمين. ماشي، سؤالي إن شاء الله. أنا متجوزة بقالي 16 سنة. ما شاء الله. وجوزي بصي كل حاجة كويسة فيه، كل حاجة حلوة فيه. كريم، معطاء، بيحب أهلي، ما بيعملش مشاكل. لو معانا ما بيقولش لحد لأ. كل حاجة كويسة فيه. إلا عيب واحد بس. إنه ما بيصليش. اتكلمت معاه كتير في الموضوع ده. وساعات ما بيصومش رمضان. هو شغال سواق، ساعات بيبقى على الطريق، بس في أيام بيفطرها. هو يوم ما يفطر أنا بزعل. طبعًا. يوم ما بيصوم أنا بفرح. أكيد. تمام؟ فهو ما بيصليش. لكن هو إيه؟ هو ما بيصليش، يعني عارف ان الصلاه فرض يعني، بس هو بيكسل كده يعني. لا مش بيكسل، هو من نشأته ما اتعلمش ان الصلاه واجب عليه. يعني لعب نشأة برضه. ماشي، هو ما اهمله تربيته، لكن هو عارف ان في صلاه. عارف ان الصلاه دي ركن، دي ركن من الاركان. عنده 4 اولاد. كلنا بنصلوا، ولو هو قاعد والاذان اذن وابنه ما قامش يتوضى ويصلي بيزعق. طيب، يعني هو معترف بفرضية الصلاة، ده اللي أنا يهمني أعرف. تمام. أي. أنت سؤالك تحديدا أعمل إيه معاه؟ أسكت؟ مش قادرة من جوايا ساعات ببقى متضايقة من الموضوع. بتدعي له ولا لأ يا أم أحمد؟ بدعي له والله. وأول استمر. استمر. أنا الأولاد ابتدوا يسألوا بابا ليه ما بيصلي. استمر يا الدعاء. حاضر، هرد على حضرتك. أستاذ محمد معانا مين؟ أستاذ عربي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ازيك يا دكتور؟ أهلا وسهلا يا أستاذ عربي، اتفضل يا فندم. أبويا متوفي عنده 77 سنة. ما كانش بيصلي. ما كانش يطلع صدقة ولا ذكر. وهو جات له كورونا وتوفي 2021. فعاوز أطلعه للصدقة كام والذكر كام عشان ربنا يخفيه. طب انا هسال سؤال، هل الاملاك بتاعته كانت حاجه يعني تصل الى انها لنصاب الزكاه؟ انت عارف نصاب الزكاه ولا مش عارف نصاب الزكاه؟ لا اطلع له كام يعني؟ انت تقول لي على المبلغ. ما انت حضرتك عايز تطلع الزكاه، فلازم نبقى عارفين هل الحاجه بتاعته دي وصلت ان هي وصلت لنصاب الزكاه ولا انت مش عارف نصاب الزكاه؟ لا ما اعرفش الزكاه يعني. اطلع له المبلغ كام؟ انا بطلع صدقه الايام دي، بطلع حوالي في الشهر 500 ساعات 400 ساعات 200 اللي بتقدر عليه بتطلعه، لكن انت ممكن ما تبقاش عارف اذا كان هو بيطلع ولا لا. لا لا هو ما كانش بيطلع، هو نفسه ما كانش بيطلع، ما كانش بيصوم ولا كان بيزكي. يعني الاركان يعني لا صلاه ولا صوم ولا زكاه. هو ساب لنا وفي. ربنا نعم؟ ساب لنا وفي. مش سامع. 82,000 انا وفاتيه كده. المرات يعني انا واختي بس 82 وفاتيه. فانصحيني عشان يعني يكون ربنا راضى عنه واطلع له صدقه ايه وزكي ايه. حدد لي المبلغ وانا اطلع له. حاضر حاضر، ربنا يغفر له ويرحمه.
ربنا يغفر له ويرحمه وتجاوز عن سيد. هنطلع الفاصل السادة المشاهدين الكرام، وبعد الفاصل نبدأ في الرد على الأسئلة. وكان في سؤال من أمس وفي سؤال من قبل كده، نسأل الله سبحانه وتعالى أنه يبارك في الوقت. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. أهلا وسهلا بحضراتكم. الأستاذة ناهد طلبت أن ندعو لها إن شاء الله. يا أستاذة ناهد زي ما وصيتينا وأنا كتبت الأسماء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينني على ذلك وأن يجعلنا أهلا للقبول. نذكر بأن احنا نردد، حضرتك عايزة أدعية لفك الكرب: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وما كانش في أشد من الكرب الذي تعرض له. يعني إذا احنا تصورنا حالنا مكان سيدنا يونس عليه السلام، كان في كروب وليس في كرب واحد. فلا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وكمان ذكر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، قدر طاقتك تقولي. ولو كان كرب شديد نكثر من العدد، وستري عقب ذلك وسترين إن شاء الله عجبا بعد ما تقولي ده الذكر ده بكثرة. والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا إنه لا إله لا حول ولا قوة إلا بالله، كان هذا الذكر شفاء من 99 داء أيسرها الهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى دوام ملازمة ترديد هذا الذكر، وإن ربنا سبحانه وتعالى يوفقنا إلى أن نكون من الذاكرين الله والذاكرات. كمان نجتهد إن إحنا ندعو الله سبحانه وتعالى وكده نصدق، وإن إحنا وإحنا بنتوجه ندعو الله سبحانه وتعالى وإحنا عندنا يقين تام فإن رب العالمين سبحانه وتعالى سيجيب الدعاء، ونتجه إليه بصدق في التضرع بتاعنا، ونرتقب أوقات الإجابة. وأنا أثناء السجود في الصلاة بعد ما أسلم من الصلاة وأنا صايم عند الإفطار، إذا الناس بتتطوع بالصيام في يوم الجمعة، فيها ساعة مباركة مقبول فيها الدعاء في الثلث الأخير من الليل عقب جميع الصلوات. الإنسان يذكر ويقرأ القرآن وعقبها يتوجه إلى الله بالدعاء. ننتخب هذه الأوقات والأحوال الشريفة نتوجه بها، نتوجه فيها إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، وندعو الله على كل حال. لكن السنة أو الوحي الشريف عموما أمر العبد المؤمن أنه يتحرى هذه الأوقات الأزمنة والأحوال الشريفة، فهي أرجى بقبول الدعاء. بالنسبة للست أمة الله، والدتها 62 سنة، ليها أخ، ما عندهاش غير أخ واحد، ليها ميراث، كان ليها في بيت وأرض، وهو لم يعطيها الميراث من بداية الأمر. طيب هي ليه الست الوالدة ساكتة كل الوقت ده يا أمة الله؟ هي مش يمكن مش عايزة تتكلم، لأن في بعض اللي بيبقوا محرومين من ميراثهم مش عايزين العلاقات يحصل فيها اضطراب. لكن الأمر إن احنا مقصرين برضو، لأن اللي هو بيعمله الأخ من شأنه إنه يخلي فيه اضطراب وفيه شحناء، وفي الناس تكون زعلانة من بعضها، وفي غصة في الأنفس، إنه الإنسان له حق في بيت وأرض ولم يأخذ ذلك الحق. أنا بجاوب بناء على اللي حضرتك تفضلت بيه. طيب دي دلوقتي هذا الأخ خالق ده بيحرم مستحق من ميراث، ده آثم وللأسف بيأكل مال ليس له الحق إن ياخده، وبيأكل هذا المال بغير وجه حق. وإذا الإنسان أخذ مالا بغير وجه حق فطعم حراما، نسأل الله السلامة. هنبدأ بتوسيط العقلاء، لأن احنا دائما بنقول بنحاول نعالج المشكلات في دائرة التراضي، فنشوف مين اللي تحتكموا إليه في العيلة. الوالدة تكلمه وتقول له: أنا عايزة ميراثي، عايزة أخد حاجتي اللي أخويا يعني حيشها عني.
وبعد كده بعد ما حاولنا في دائرة التراضي ما أمكنش أن نتحول بعد ذلك إلى دائرة التقاضي بأن أنا استدعى الأمر في الحالة دي أدخل محامي ماهر أمين لا مانع عشان أنه تاخد حقها، ولا مانع في الحالة دي أنها بتتجنبه من باب الضغط عليه من دون نية القطيعة حتى يأتيها بحقها يا أمة الله. الأستاذ مازن كان بيصلي خلف الإمام في المسجد، فهو بيقول إن الإمام أخطأ في الصلاة. هو مش أخطأ، هو نسي. حضرتك بتقول نسي ركعة من ركعات صلاة العصر فصلى ثلاثا كما ظننت حضرتك. وليه وحضرتك بعد كده كملت الصلاة، كملت الركعة اللي فاتتك؟ أنا قلت ليه كما ظننت، لأنه حضرتك الأول اللي حضرتك عملته صح وصلاتك صحيحة، ما عنديش أي مشكلة في هذا الأمر. لكن هل الإمام فعلا نسي؟ محدش نبه الإمام غير حضرتك، فقد يكون حسب ظن حضرتك إنه نسي الركعة دي، ما نبهوش غير حضرتك. أنت اللي كنت في مأموم خلق المأموم الوحيد الذي نبه الإمام وقال وإيه وكبرت بصوت مرتفع وأكملت الركعة المتبقية. فلو كان فعلا هو نسي وكل المأمومين اللي حواليه دول بيصلوا خلفه لم ينتبهوا إلى نسيانه الركعة الرابعة، يبقى كده صلاة هذا الإمام بطلة. طيب لو أنت الوحيد اللي كان ده ظنك وهؤلاء لا ده أكملوا الأربع ركعات وانت اللي ظنيت إن هي ثلاث ركعات، يبقى أنت في الحقيقة دي كملت الركعة اللي باقية، فصلاتك صحيحة وصلاة الإمام صحيحة كذلك يا صاحب السؤال الأستاذ مازن. الست أم أحمد متجوزة من 16 سنة، كل حاجة كويسة مع زوجها لكنه لا يصلي ولا يصوم، ولكن إذا شاف حد من ولاده ما بيصليش بينبههم لأنهم يصلوا. أنت الكلمة دي تقولي أنه هذا الزوج يعترف بفرضية الصلاة وبأنها ركن من أركان الإسلام، هو لم يتعود، لم يتربى في بيت بياخد بإيدين ولاده على أنهم يعلمهم الصلاة ويعودهم على الصلاة، فهو ما تدربش عليها. ومن هنا بنركز على فكرة أن احنا نخلي بالنا على ولاد منذ نعومة أصفارهم وهم صغار يتدربوا على أركان الإسلام، ونحاول معاهم كما أن هم يتعودوا على محاسن الأخلاق. كل ده ولما بيتزرع في الصغر بيبقى سهل على الإنسان في الكبر، ودي نموذج أمامنا أنه لم يعتد على ذلك رغم أنه عارف يرى فرضية ذلك لأنه بيأمر ولاده بالصلاة التي هو لا يصليها. الحالة دي اللي مطلوب من حضرتك الصبر والدعاء والنصيحة برفق، وأنك تحاولي تعاونيه على ده، تقولي له طب يلا قوم بس توضي نصلي مع بعض الصلاة دي جماعة، طب قوم نصلي الفجر، وتجتهدي قدر طاقتك، ما تيأسيش، ادعي له أنه ربنا سبحانه وتعالى يفتح مسامع قلبه إلى ذكر الله تعالى. اللهم أمين أجمعين يا رب العالمين. ده اللي مطلوب من حضرتك، ما فيش حاجة تانية مطلوبة من حضرتك، الصبر، النصيحة بالحسنة، والدعاء الدعاء الدعاء لهذا الزوج، ولعل الخير الذي يقوم به يكون سببا في هدايته ورشده يا رب. الأستاذ عربي أبوه توفي من كان عنده 77 سنة تقريبا، كان لا يصلي ولا يزكي، جاء في وقت الكورونا وتوفي. هو عايز يتصدق ويزكي ويطلع الزكاة اللي كانت عليه. هو حضرتك مش واجب عليك هذا الأمر الآن، وإحنا لا نعرف على يعني على صفة التحديد هل كان يزكي أو لا يزكي. فعلى اعتبار زي ما حضرتك معتقد وتظن بأنه كان لا يزكي، فحضرتك تصدق، وكل صدقة طلعها طلعها بنية الزكاة من الزكاة اللي كانت عليه. والله إن كان لا يزكي نرجو قبولها، وإن كان لا يزكي يبقى هتتحسب من اللي عليه، كان يزكي هتتحسب للصدقة من الصدقة أو لصدقة لهذا الوالد المتوفى، وده على حسب طاقة حضرتك لأنه لا يجب عليك ذلك. لكن من البر به الدعاء، ومن البر به الاستغفار، ونحن أمرنا بذلك. أخي الفاضل وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. والصلاة أنت بتتطوع بالصلاة
عن هذا تتطوع بصلوات وتوهب ثوابها لهذا الوالد المتوفى، لأنه لا تجوز النيابة في الصلاة الفرض يا أخي الفاضل، وأكثر له من صنيع الخير وهب له مثل الثواب. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد. اللهم إنا نسألك بمحمد نبيك وإبراهيم خليلك وموسى كليمك وعيسى نجيك وروحك وبتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد صلى الله عليه وسلم وبكل وحي أوحيته نسألك، نسألك نصرا عزيزا، نسألك فتحا مبينا، نسألك عزا عظيما، يا من بيده ملكوت كل شيء، إنك على كل شيء قدير. نسألك يا الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، واقضي لنا يا مولانا في الدنيا والآخرة جميع الحاجات. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، بحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. يا من كنت قبل كل شيء والمكون لكل شيء والكائن بعد كل شيء، اللهم اجعل لغزة وفلسطين والسودان ولبنان فرجا ومخرجا. اللهم اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا بحق، ليس لها من دون الله كاشفة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم آمين. نستودعكم عناية الرحمن.